أعلنت وزارة الخارجية أن السفير حمدي سندلوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية استقبل سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في القاهرة في إطار حرص الوزارة على اطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول سد النهضة. وقالت الخارجية أن نائب الوزير أشار إلى أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الإقليمي بينهم، كما ثمن دور جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي في رعاية هذه المفاوضات، معربا عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن الاتفاق.